السلام عليكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا في هذا الدرس راح نحكي عن الجريد لي اوت، وهو نوع من أنواع التصاميم اللي اوت اللي بتوفرها مكتبة اللي هي مكتبة الجافا. طبعا راح نكتب اللي هي نعمل استعمال استعالة هي للتالت هي الجريد لي اوت. هنعمل يو، هناك جريد لي اوت. جريد لي اوت موجودة وين؟ في الاي دبليو تي في الجافا. طيب في عنا تلات أنواع منها. في عنا الكونستراكتور اللي بياخد تلات، في بياخد ولا باراميتر. في عنا بياخد 2 باراميتر اللي عدد الصفوف وعدد الأعمدة. في عنا الجريد لي أوت اللي بياخد هو عدد الصفوف وعدد الأعمدة، وبياخد هنا الفيرتيكال وهنا الهوريزونتال. طيب هنيجي ناخد أول شيء اللي هي اللي بتاخدش ولا باراميتر. طيب نيجي نشرحها بس على السريع اللي هي إيش فكرتها. اللي هي الجريد لي أوت اللي هي بتعمل لك، طبعا قبل ما نعمل هذه ايش، هذه الفريم اللي هي الواجهه، تمام. وهذه اللي هي ايش، هذه الجريد لي اوت، هذه ايش الجريد، تمام. هذه الجريد لي اوت. طيب اجيت انا اجيت الجريد لي اوت، انت ممكن تحدد لي عدد الصفوف وعدد الاعمده. طيب اجيت انت لو ما حددتش عدد صفوف وعدد اعمده، هي راح يضيف لك اياها. مثلا هي الفريم عندك هنا، مثلا نيجي نكبر من هيك، نكبر اكثر. طيب مثلا عندك هنا الواجهة، مثلا انت عندك مجموعة عناصر كومبوننت، تمام. مجموعة عناصر كومبوننت بدك تضيف، مثلا انت عندك ثلاث عناصر كومبوننت، وكان عندك اللي او تبعك تصميم جريد لي اوت. كيف حيصير التصميم؟ حيصير كالاتي. هو حياخد عندك الشكل الاول هنا، طيب حياخد هنا الشكل الثاني، وهنا حياخد الشكل الثالث، وهكذا. لما ايش يكون عدد العناصر اللي عندك، يعني حيكون عندك كلهم في صف واحد وبأكتر من عمود، طبعا حسب انت عدد العناصر. اذا كان عندك عدد العناصر 5، فحيكون كلهم في صف واحد، كل واحد حيكون في ايش، في خلية، يعني حيكون 5 أعمدة، تمام. اما لو انت لو حددت له اللي هي عندك الصفوف والأعمدة، مثلا عندك هنا عندك عدد الصفوف قديش، عندك 3 في 3، يعني 3 أعمدة و3 صفوف 3 أعمدة، تمام. طيب يعني جبت كل خلية من هان حيكون في هنا ايش كومبوننت، ده هيكون في عنصر كومبوننت، تمام. طيب طبعا نيجي هنا على البرنامج، نيجي هنا عندك مثلا عندك 5 بوتون، عملنا لهم إضافة، حطينا هاي الجريد لي اوت. نيجي نشوف، طبعا احنا ايش مش حاطين، مش محددين لا عدد أعمدة ولا عدد صفوف، نعمل الآن ونشوف كيف طلع معنا. طبعا هنا قديش كم عنصر، في عندنا 5 عناصر، طبعا كله موجود في ايش، في صف واحد. هاي العمود الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. يعني عندك طول المصفوفة اللي هي عملتها اللي هي عندك الجريد لي اوت، هي عندك عدد صفوف واحد و5 أعمدة. طيب لو انا بدي احدد عدد الصفوف، تمام. طيب انا لو حددت عدد الصفوف، مثلا خليته 2 في 3، يعني 3 عمودين، صفين و3 أعمدة. نيجي نشوف كيف، زي ما انتم شايفين هاي كون لك هنا صف وهي الصف، تمام. طيب عندك العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، تمام. طيب قلت انا لو بدي اعمل بدي اخليهم 3 في 2، عكسهم 3 في 2، يعمل لك 3 أعمدة و3 صفوف، 3 أعمدة، عفوا 3 صفوف و3 أعمدة. طبعا حيطلع نفس ما هو، نفس الشكل، بس في عندك هنا غلط، في غلط هنا، تمام. نيجي نعمل هنا ران، حيطلع عندك هنا هاي الصف الأول، هاي الصف الثاني، هاي الصف الثالث. في عندك هنا هاي العمود الأول، هاي العمود الثاني. طيب أنا لو ضفت كمان مجموعة من العناصر، مثلا ضفنا 6 7 8 9، وجيت هنا عملت لهم ايش اضافة. مثلا عندك هنا 4، نعمل لصيق، نعمل لصيق. هنا عندك هنا 6 7 8 9، تمام تمام طيب نيجي نعمل ران ونشوف كيف هيطلع الناتج. طبعا هيعمل عمود جديد. ليش اعمل عمود جديد؟ لانه عدد الصفوف هما 3، عدد الصفوف 3. لو جينا نعمل هنا، نيجي نعملهم هنا على الرسام. طيب تمام، مثلا عندك هنا ايش حددنا، احنا حددنا انه يكون كم عنصر، يكون 3 صفوف، يكون قديش، يكون عمودين، تمام. طيب يكون كم صف، 3 صفوف، يكونوا 3 صفوف وثلاث ايش، 3 أعمدة. طيب مثلا نيجي هنا، لما كان الصف الأول ضاف قديش، ضاف 1،
تمام، الخلية الأولى ضف واحد، رجع الصف الثاني ضف اثنين، وهنا ضف ثلاثة، وهنا ضف أربعة، وهنا ضف خمسة، وضف هنا ستة. لكن في عندك سبعة وثمانية وتسعة، في هنا ثلاث عناصر ما انضفوش، فهو راح يفتح تلقائي عمود جديد، فيعمل عملية ترتيب من أول جديد. يعني هذا حتصير واحد، هنا اثنين، هنا ثلاثة، هنا حتصير أربعة، وهنا حتصير خمسة، وهنا حتصير ستة، وهنا حتصير سبعة، وهنا حتصير ثمانية، تمام، وهنا حتصير تسعة، تمام. فهمنا كيف؟ يعني لو كان في عناصر جديدة هو لحاله حيفتح عمود جديد، أما لو الصفوف حيضلوا الصفوف بالضبط، لكن هو لو في عندك عناصر جديدة حيفتح عمود جديد. طيب طب نيجي ناخذ هي اللي بتاخذ هي الجريد او اللي بتاخذ تاخذ اربع باراميتر. طيب الباراميتر الثالث اللي هي بتحدده الفيرتيكال، تمام. مثلا عندك هنا، هي عندك هنا، تمام، مثلا هي العنصر، تمام، هذا العنصر نقول انه هذا، انت بتحدد فراغ بين الخلية هاي والخلية هاي، تمام. نيجي نوضحها اكثر، تمام. مثلا عندك هاي اللي هي المصفوفة، تمام. طيب هاي المصفوفة مقسمة ايش؟ لثلاث صفوف وعمودين، تمام. طيب عندك هنا الخلية، شايفهم انت ملزقين في بعض زي هنا، شايف انه هنا الخلية اثنين وخلية واحد ملزقين في بعض. انا ممكن اعمل لهم اللي هي عندك اللي هنا، اللي احط لهم هنا مسافة بيناتهم، اللي هي الافقي، اللي هي الفيرتيكال او الهوريزنتال عفوا، هنا حيكون بيناتهم هوريزنتال. مثلا بدي احدد الهوريزنتال يكون 10 بين التنين، بين الواحد وبين التنين يكون 10، وبين التنين والتلاتة يكون 10، والستة والخمسة يكون 10، والأربعة والخمسة 10، والسبعة والثمانية 10، وهكذا. طيب ممكن أحدد كمان الفيرت اللي هي إيش؟ الفيرتيكال اللي هي عندك المسافة بين اللي هي الواحد والأربعة، يكون هنا بيناتهم مثلا فاصل، مثلا يكون هنا 5 بيكسل، طبعا هيتعمل هم البيكسل. طيب نيجي نعمل ران ونشوف إيش الناتج هيطلع. طيب زي ما انتم شايفين، او طلع هنا بين الواحد والتنين مسافة 10 بكسل، وعندك والواحد والتنين والواحد والأربعة حيكون بينهم مسافة 5. ممكن انا نعمل هنا 100، تمام، نشوف كيف يعني الفرق، يعني شايف كيف المسافة حتكون، شايف كيف المسافة حتكون، هنا 100 بكسل، هنا حتكون 5 بكسل. ممكن كمان تزود حسب ما بدك. طبعا هي هذه هيك فكرة الجريد لي اوت، فكرتها انه هي زي على شكل بتعمل لك، تكون لك مصفوفة، انت بتحدد المصفوفة عدد الصفوف وعدد الأعمدة. لو أنت محددتش عدد الصفوف وعدد الأعمدة، هي راح تضيف لك إياهم كلهم في صف واحد، لكن هما حيحدد عدد الأعمدة حسب عدد العناصر. طيب أنت كمان ممكن تاخد هي الفيلم، تاخد أربع باراميتر اللي هي ممكن تحددها، هي عندك الفيرتيكال اللي هو هوريزونتال، وتحددها إيش؟ الفيرتيكال، تمام. طبعا كده احنا بننهي درسنا، وإن شاء الله يكون درس بسيط وسهل، ونشوفكم الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم.